هيكون معانا الصحفي كارستن كليرمان بشبكه راينشي بوست الالمانيه. مساء الخير وبرحب بيك طبعا في البدايه على شاشه النادي الاهلي. مرحبا، تحياتي لكم من قلب المانيا من ميشن جلادباخ. اود في البدايه اناكم بان النادي الاهلي بالفوز ببطوله افريقيا للانديه واللعب في بطوله العالم للانديه الشهر المقبل. شكرا لكم. نتمنى طبعا بالتاكيد، واحنا كمان مبارك لبايرن ميونخ ونتمنى انه يجمعنا لقاء حتى وان كان على قمه او على الفوز بكاس البطوله ان شاء الله في كاس العالم. شكرا لك واتمنى ذلك، ستكون مقابله مهمه جدا ان حدث ذلك. طيب بدايه وقبل ما ادخل في اهم الاخبار تتعلق بالانديه الالمانيه، خليني اعرف من وجهه نظرك تاثير ازمه الكورونا كوفيد 19 على الدوري الالماني وعلى الانديه الالمانيه. بالفعل أثرت أزمة كورونا على الأندية في ألمانيا وعلى الفانس على الجمهور، وتكبدت خسائر كثيرة بالفعل. وكما أعرب عن ذلك كريستيان شايفرت رئيس رابطة الدوري الألماني لكرة القدم في حوار جراو مؤخرا، أعلن ذلك واعترف قد يمكن أن تؤدي ذلك إلى إفلاس أندية كبيرة وأندية ألمانيا بسبب غياب الجماهير بسبب فيروس كورونا. وأثر ذلك بالفعل ليس فقط على الأندية في التأثير المالي وأيضا على الجمهور في التمتع بكرة القدم.